بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نستكمل محاضراتنا في مساق المبادلات الحرارية. وصلنا في نهاية المحاضرة الماضية على موضوع الصيانة، وبنفس الوقت حكينا على الصيانة أنواعها المبرمجة وغير المبرمجة. وبالنسبة للصيانة المبرمجة حكينا إنه في عنا صيانة دورية وقائية وضحناها، وصيانة علاجية مبرمجة وإنه إلها حالات معينة، صيانة علاجية أثناء التوقفات الاختيارية، وأيضا صيانة علاجية أثناء التوقفات الاضطرارية. بالنهاية وضحنا إنه شو الفرق بين الأنواع، وبناء عليه قسمنا إنه في عنا عدة عوامل بتزيد عندي تكاليف أو الأعمال الصيانة الطارئة بتكون أكثر في مجمل الأعمال الصيانة اليومية. ومنه انطلقنا في توضيح اللي هي المصافي القديمة، أو حكينا على موضوع المصافي إنه في عندنا مصافي قديمة أو مصافي حديثة، والمصافي القديمة تختلف عن المصافي الحديثة من ناحية الأعطال الطارئة اللي ممكن تصير عندي. وانطلقنا أيضا في موضوع إنه العمر التشغيل للأجهزة شو هو يعني، وش قديش بتكون، وبناء على إيش بتحدد السايكلز لحد ما يصير في عندي فيلير في الجهاز، على أساس إنه نعرف إنه إحنا الجهاز هذا لا قديش هيضلوا مكمل معنا. بعد ذلك انتقلنا في موضوع إنه لو كان عندي مصفى بمقدار 50,000 لتر أو 50,000 برميل يوميا عدد اثنين، أو عندي مصفى بمقدار 4 مصافي بمقدار 25,000 برميل، إنه يتساوى الإنتاج بالحالة هذه. وحكينا إنه كل مصفى حيكون له توابع، خطوطه توابع الأجهزة ومعدات. وحكينا إنه كل واحد، بما إنه كل واحد له توابع وله مستلزمات، فإنه كل واحد هيحتاج من الصيانة الكثير على أساس إنه يتم متابعته لأي صيانة، أي صيانة طارئة أو يصير أي حاجة في الخطوط اللي ذكرناها. تمام. ننتقل لموضوع اللي هي الأمور اللي كنا واصلين عندها، اللي هي العوامل اللي بتزيد الأعمال الطارئة عن أعمال الصيانة اليومية المجدولة. يعني أنا عندي أعمال صيانية طارئة بتصير بشكل طارئ على فريق الصيانة، فبيضطر يتحرك لا موضوع صيانتها. وفي عندي أعمال يومية لأعمال الصيانة اللي هي الأعمال المجدولة أو الأعمال الروتينية بتاعت قسم الصيانة. فليش بتكون الأعمال الطارئة غالباً أكثر من الأعمال اليومية؟ لعدة أسباب. انتهينا بالأسباب اللي ذكرناها ورجعناها الآن، ننطلق في تكملة هذه الأسباب. طبعاً كفاءة كادر الصيانة، كفاءة كادر الصيانة، وهذه أنا بعتبرها من أهم البنود اللي موجودة عندنا، تؤثر بشكل كبير على نسبة الأعمال الطارئة. فكلما ارتفعت كفاءة كادر الصيانة كلما انخفضت نسبة الأعمال الطارئة. كيف يعني؟ يعني أنا لو عندي كادر صيانة متعلم، صاحب صنعة محترمة، في عندي في كادر الصيانة عند الحداد وعند الميكانيكي، عندي كهرباء، عندي بتاع تبريد وتكييف، عندي فني تبريد وتكييف، عندي السباك، عندي كلهم على بتاع شبكات، عندي بتاع كذا، كادر صيانة متكامل. ويكون الكادر ذو كفاءة عالية ومهنية عالية. طبعا طبعا تفرق كتير عن لما يكون عندي كادر صيانة مش فنيين أكفاء، مش عندهم، ما عندهم المقدرة لأنهم يخوضوا في أعمال الصيانة وأنهم يكونوا فنيين مهنيين عاليين في موضوع التحرك في الأمور هذه. فأنت فعليا كفاءة كادر الصيانة بتكون مهمة جدا 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 على نسبة الأعمال الطارئة، لأن الأعمال الطارئة من أسباب
وجودها ممكن تكون خطأ في عمل الصيانة نفسه. يعني أنت عمال غيرت في شغلة، صلحت في شغلة، كان الماكينة عمال شغالة ومية في المية، بس أنت عملت الجدول الصيانة اللي أنت شغال عليه بشكل يومي، لما إجا شاب الصيانة أو الفني تاع الصيانة اشتغل على الماكينة، يعني الماكينة كانت شغالة، فجأة تاني يوم بعد بساعتين بعد بكذا أو في لحظتها خربت الماكينة، وقف خط الإنتاج. ليش؟ كادر الصيانة اللي إجا اشتغل ما كانش يشتغل بمهنية ولا عنده الكفاءة العالية اللي إنه يستطيع يقوم بإنه يعمل الشغلة الصح في الماكينة أو في الخط اللي موجود معه. طيب بالحالة هذه إحنا بنقول كادر الصيانة كان هو السبب في المشكلة بالنسبة للأعمال الطارئة. فنسبة الأعمال الطارئة بتزيد كلما عفوا تنخفض كلما ارتفع كفاءة كادر الصيانة اللي موجود عندي في المكان أو في الموقع. سياسة الصيانة تلعب دور كبير أيضا إذا استعمل المصفى سياسة التبديل في الأدوات الاحتياطية، انخفضت الأعمال الطارئة وأيضا ارتفعت تكاليف الصيانة. إذا يجب أن تكون موازنة بين سياسة التبديل التي تقلل الأعمال الطارئة وترفع كلفة الصيانة، وسياسة التصليح التي ترفع الأعمال الطارئة وتخفض كلفة الصيانة. شو يعني الكلام اللي احنا سمعناه سياسة الصيانة؟ سياسة الصيانة هي عبارة عن شغلة مهمة جدا، لازم يكون في هذه السياسة في نوع من التوازن. شو يعني سياسة الصيانة وشو هو التوازن اللي بنقصده في الحالة اللي احنا بنحكي فيها؟ أولا لما نيجي نحكي عندنا ماكينة تعبئة، ماكينة التعبئة هذه عبارة عن ماكينة تعبئة البهارات مثلا، ومطلوب من الماكينة هذه إنه كل 10,000 باكيت تغير التشين أو القطعة الربر أو القطعة الجلد اللي بتنقل الحركة من الموتور اللي هو خلينا نحكي للدراعات تاعت الماكينة اللي عمال بتلحم في باكيتات تعبئة القهوة أو تعبئة البهارات. طيب بما إنه هذه الجلدة موجودة، الجلدة هذه لازم كل 10,000 باكيت تغيرها. إجيت الجلدة هذه لو بدنا نيجي نقدر سعرها، سعر الجلدة ما يقارب ال 1200 شيكل، بتتغير كل 10,000 باكيت. حلو الكلام. إجا صاحب المكان، صاحب الموقع، صاحب المطحنة، صاحب أيا كان، فجاب من الجلدة هذه لما شرى الماكينة جاب له 10 قطع على أساس إنه تكفي له ل 100,000 باكيت. طيب فن الصيانة دخل اطلع على الخط، قال الجلدة هذه شكلها هيك مش تمام، لازم نغيرها. شال الجلدة بدون علم حدا وغير الجلدة وفتح باكيت جديد وطلع جلدة جديدة ب 1200 شيكل وركب. في الحالة هذه اللي احنا بنحكي فيها الجلدة القديمة مش واصلة لحد الآن غير 30,000 باكيت مثلا، هي بتمشي، أو عفوا احنا حكينا 10,000 10,000، هي لحد الآن 6,000 باكيت معبية، يعني ضايل معنا 4,000 باكيت. يعني أنت أخذتها و60% من عمرها بس رايح، يعني ضايل 40% من عمرها قادرة تمشيك لكمان شهر ولا لكمان أسبوعين ولا لكمان. فليش غيرتها؟ يعني شو السبب من تغييرها؟ يعني عشان ما بدوش يعاير كذا، فلا لقى تغيير الجلد هذه أفضل ما إنه ياخذ معاه وقت في موضوع الصيانة. طب ما هذه أحد مشاكل الصيانة. السياسة تاعت الصيانة بتقول الشيء، بتقول إذا استعمل سياسة التبديل اللي حكينا عليها، سياسة التبديل في الأدوات الاحتياطية اللي هي سبير بارتس، يعني الأدوات السبير، الأدوات اللي إحنا أساسا شاريين 10 قطع عشان يكفونا ل5 سنين أو ل4 سنين، عشان هذه الماكينة إنتاجها من ألمانيا، فأنا لما بدي أجيبها بدي أجيبها من ألمانيا، فصعب تدخل قطع الغيار، فبجيب أنا عمال ل5 سنين عشان يكفوني. فتيجي انت يا فني تاخذ القطعه وتروح تغيرها بالشكل اللي فيه وهي اساسا لسه بخيرها، هذه مشكله. طيب اذا سياسه التبديل في الادوات انخفضت، الاعمال الطارئه و100% من ناحيه عمل طارئ مش هتلاقي الماكينه وقفت، بالعكس العمل الطارئ اللي انت كان ممكن يصير عشان موضوع الجلده قدمت
انت خفضته لغيته، انت عمال ركب جلده جديده، فانت صح غيرت في الادوات الاحتياطيه وانخفضت الاعمال الطارئه صح مليون في المليون، لكن انت ايضا عملت مصيبه انك رفعت تكاليف الصيانه. ما فيش داعي، لسه الجلده بتديك عمر اكتر من اللي انت اخذته، فانت ما بينفعش تغيرها. يعني حتى لو انت بتخفض في الاعمال الطارئه اللي ممكن تصير على الماكينه، لانه انت فعليا عمال غيرت الجلده هاي، فديت الماكينه عمر اطول انه تبعد عنك الاعمال الطارئه والمشاكل اللي ممكن تصير منها، لكن انت رفعت تكلفه الصيانه. طيب شو مطلوب منها؟ يجب الموازنه بين مين؟ سياسه التبديل في التي تقلل الاعمال الطارئه، وايضا بتقلل الاعمال الطارئه، ولكن ايش تعمل؟ ترفع تكلفة الصيانة. وسياسة التصليح، شو سياسة التصليح؟ إن أنا القطعة الجلد هذه والله لو أنا كانت مثلا هي ما عمال لسه عاملة لي 6000 باكيت وضايلها 4000 باكيت عشان أرميها، بصلحها برميهاش، لأنه هي لازم تكمل ال 10000 باكيت. سياسة التصليح التي ترفع الأعمال الطارئة وبتخفض كلفة الصيانة، لو أنا صلحتها هتنخفض عندي تكلفة الصيانة، مش هدفع فلوس كتير على موضوع 1200 شيكل أغير جلدة أو أغير التشين هذه. حلو الكلام. إذا سياسة التصليح لو أنا صلحت الجلدة هذه بتخفض من تكلفة الصيانة، ولكن بصير في احتمالية إنها ترفع من الأعمال الطارئة بتاعت الماكينة اللي قدامنا، فهذا أمر وارد جدا إنه ترفع تكلفة الـ أو عفوا ترفع نسبة الأعمال الطارئة اللي موجودة عندنا في الصيانة. إذا سياسة التصليح هي تعمل على رفع الأعمال الطارئة وتخفض تكلفة الصيانة. طيب أهمية الصيانة تنبع أهمية الصيانة من حقيقة الحاجة لها وليس لأي سبب آخر، فهي تؤثر ولا تؤثر وتتأثر بالإنتاج سلبا وإيجابا، وفي حال تفاعل مستمر بين هاتين الفاعلتين الصيانة والإنتاج، ومن هنا تتضح أهمية الصيانة. يعني الكلام اللي أمامنا بموضوع أهمية الصيانة، هي حقيقة الصيانة عنصر أساسي جدا 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 في المصانع، في الورش، في الشركات، في المؤسسات الضخمة. عنصر الصيانة عنصر موجود وبيأثر وبيتأثر بالإنتاج بالسلب أو بالإيجاب. يعني لو أنا عندي فريق الصيانة وفريق الإنتاج، فريق الصيانة هذا لو إنه مش موجود وفريق الإنتاج هو مشغلين الخطوط وعمال الخطوط وعمال التعبئة والكذا، صار مشكلة في الباكجينج ماشين، صار مشكلة في البرودكشن لاين، صار مشكلة في الفيدنج سيستم بتاع الرو ماتيريالز، صار أي مشكلة في الحالة هذه، عامل الإنتاج وظيفته يشغل الخط ويتبعه ويتبع البارامترز اللي موجودة عنده على الخط، ويتبع الكومبوننتس اللي موجودة عنده على البرودكشن لاين أو على الديفايس أو على الماكينة اللي هو شغال عليها. عامل الصيانة وظيفته إنه يجي يصلح لا سمح الله صار أي شيء في الإنتاج، إنه يجي يتدخل تدخل فوري ويصلح الموضوع اللي ممكن يصير معاه. عامل الإنتاج. طب إحنا الآن لما نيجي نحكي الكلام هذا، طيب أنا عامل الصيانة، لنعتبر إنه لغينا قسم الصيانة، شو بده يتأثر الإنتاج؟ حيتأثر سلبا، حيتأجر سلبا كتير، لأنه عامل الإنتاج بصير يتدخل في موضوع الصيانة، وهذه أكبر المشاكل اللي بتواجه المصانع، إنه تلاقي عامل الإنتاج هو عامل الصيانة. هذه مش شطارة، هذه خطأ شاسع موجود للأسف. عامل الإنتاج هو عامل إنتاج، وعامل الصيانة هو عامل صيانة. عامل الصيانة فقط تفرغ لموضوع تسيير وتسهيل العملية الإنتاجية، لا سمح الله صار أي حاجة عامل الإنتاج يكمل الإنتاج، وعامل الصيانة يظل واقف على الصيانة المطلوبة، لأنه هو في النهاية فاهم كل مبادئ الصيانة وطريقة الصيانة والأساس اللي مبني عليه القطعة اللي أمامه، إن كان خط إنتاج، إن كان ماكينة، إن كان واتيفر يعني. طيب أصبحت الصيانة من المشاكل الأساسية التي يجب معالجتها وتقديم الحلول لها في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية. قد أصبحت مشاكل الصيانة تدرس وتوضع لها الحلول في المراحل التالية. مرحلة التصميم، لما بدنا نيجي نحكي مرحلة التصميم، الإدارات الحديثة تبدأ بالتفكير في الصيانة ومستلزماتها منذ اللحظة الأولى التي تبدأ في التفكير في إنشاء مشروع صناعي جديد.
حيث يجب تخصيص كادر صياني متمرس لغرض دراسة احتياجات قسم الصيانة في المصفى التي سيتم إنشاؤه، طبعا بعد التعرف على الطاقات المطلوبة. لذلك فعند دراسة المشروع يجب تثبيت فلسفة لصيانة المشروع maintenance physiology. وفي مرحلة إنشاء المصفى من الأخطاء الشائعة هو عدم اهتمام بمرحلة الإنشاء والتشييد وتركها للجهات المشيدة فقط. لقد ثبت علميا أن تخصص كادر وطني للإشراف ومتابعة الأعمال على النصب والإنشاء المصفى الجديد يفيد في الشكل التالي. طيب، شو خلاصة القول في مرحلة التصميم؟ مرحلة التصميم شو دخلنا في الصيانة؟ يعني أنا عمال ببدأ بصمم، شو دخل الصيانة في شغلة لسه أنا بدي أصممها وأنتجها؟ يعني بعيدة، يعني شو دخل هاي في هاي؟ طيب، في شغلة في الهندسة اسمها فلسفة أو مدرسة أو منهج في الهندسة مهمة اسمها المدرسة هذه Design for Maintenance. Design for Maintenance يعني إني أنا أجي أصمم للصيانة. كيف يعني؟ مش فاهم. يعني أنا أوضح لك إياها بشكل تاني. الآن في عندي سيارة صممت المحرك، صممت كل أجزائها وركبت السيارة وعمال بدأ إنتاج فيها، بطلع مرحلة التصميم، تم التصنيع وكل إشي تمام والسيارة صارت قدامي. تغيير الزيت للسيارة، بعد فترة مشت السيارة مقدار معين من الكيلومترات، إجا وقت تغيير الزيت تبعها انحرق، نيجي نغير الزيت، فك الزيت بدي أغير الزيت، لقيت إني لازم أفك كل الموتور عشان أدخل للزيت عشان اغيره. هذه ما اسمهاش ديزاين فور مينتنس. شو يعني؟ يعني انا فعليا اضطريت افكفك السياره وافكفك المحرك وافكفك الدنيا اللي قدامي هذه كلها عشان اغير الزيت. طب هذه مصيبه. يعني انا مرحله التصميم كنت اصمم وانا مغمض عيني مش حاطط في بالي موضوع الصيانه، هذه مشكله. لكن لو انا حاطط في قدامي قدام الصيانه وعارف انه الزيت لازم يتغير كل فتره، بعمل حاجة اسمها ديزاين فور مينتنس، بدخل على السيارة في خلال التصميم بطلع خط أو كذا بحيث إنه هذا برغي بتفكه بينزل الزيت بتسكره بعدين ترجع تعبي زيت جديد وكل عام وأنت بخير. وهذه عبارة عن 10 دقائق بتاخد معاك في السيارة، مش في سيارات تقعد تفك كل الدنيا عشان أغير الهذا تماما. في خط إنتاج عندنا مثلا، خط إنتاج بينتج عمال خزانات او بينتج وات ايفر، فانا عشان اغير القالب من خزان لاخر مطلوب مني ان انا افك القالب، وبعد ما افك القالب اعمل كذا ومش عارف شو. طب انا خط الانتاج هذا لما بده يجي ينقل اللي هي الماده الخام اللي بدها تدخل على المكان، لازم يكون في بيئه معينه لازم تتغير، بيئه معينه هذه البيئه لازم تتغير كل فتره. طب انا اجيت بدي اغير البيئه هذه، اضطريت اني افك خط الانتاج كامل، انا قاعده على الارض عشان افك بيله معينه اركبها. طب هذا اسمه ديزاين فور مينتنس؟ طبعا لا، هذه مصيبه، هذه مشكله كبيره كتير. ان انا فعليا افكفك كل المشروع كل الديفايس اللي قدامي علشان اغير قطعه لازم تتغير كل 6 شهور ولا تتغير كل هذا، مشكله كبيره هذه. فمرحله التصميم لازم تكون في حسبانك في مرحله التصميم، كيف بدها تصير الديزاين فور مينتنس، كيف بدك تصمم بناء على اعمال الصيانه اللي انت حتقوم فيها مستقبلا. طيب، بالنسبه لاعمال الصيانه اللي بتترتب عليها في موضوع التصميم، اول حاجه بده يكون عندك تدريب كادر الصيانه على عمليات النصب والانشاء بل المشاركه فيها بشكل او باخر. يعني انا لما اجي اعمل المشروع او اعمل الجهاز او اعمل خط الانتاج وعمال جاي بدي اركبه، فريق الصيانه لسه ما شافش مهندسين التصميم او مهندسين من شركه تانية، خلينا نحكي عمل التصميم لجهاز خط انتاج، المفروض انه المهندسين هذول هم اللي هيجوا يركبوا الانستوليشن والتشغيل للخط هذا في المصنع او في الموقع او في اي مكان. فجايين عمال ينصبوا الخط يعملوا له الانستليشن والتشغيل. مين مفروض يكون معهم في عملية النصب والتشغيل؟ لازم يكون معهم كادر الصيانة اللي في الموقع.
لازم يكون مرافق لهم عشان يشوف كل صمولة كيف ركبت، كل خط كيف مشي، كل توصيل الزيت كيف مشيت، كل خط هواء كيف دخل من هان وليش طلع من هان وليش قطر كذا وليش هذه كذا. فلازم يكون كادر صيانة موافق عمليات الانستوليشن لعملية التركيب أو النصب والإنشاء بناء على قسمة الكتاب. طيب، رقم 2، كشف كثير من الأخطاء أثناء النصب أو الانستوليشن، يعني أو اللي هي بنسميها اللي هو التثبيت أو التشغيل للخط أو بغض النظر. هنكشف كثير من الأخطاء أثناء النصب التي قد تؤثر على كفاءة المصفى لاحقا. يعني ممكن فريق الصيانة نفسه يكتشف هذه الأخطاء اللي ممكن هو أساسا هتأثر معاه كفاءة الديفايس أو المصفى، خلينا هو بناء على طرحه كمثال يعني، فهذه هتأثر معنا كمان. كشف الكثير من ممارسات الشركات المنفذة وخاصة في التحايل على المواصفات العالمية المعمول بها في كثير من أعمال النصب والتشييد. يعني هيلاقي اللي هو فريق الصيانة اللي هيشارك في تركيب خط الإنتاج اللي عمال جاي من دولة خارجية، ومعاه فريق التركيب اللي جاي برضه من دولة خارجية من برا جاي يركب، فريق الصيانة ممكن يلاقي الكثير من الممارسات الشركات المنفذة وخاصة في التحايل على المواصفات العالمية. يعني احنا فعليا لازم يكون عملية التركيب تكون مواصفات عالمية معينة. يعني خط الزيت لازم يكون إذا في عندي 350 بار زيت داخل في خط بربيج زيت في عملية التركيب لازم يكون 350 بار، فيكون دبل باربد واير، يعني يكون في سلكين مجدولين داخليين موجودين. فوالله لقى انه لا، هذا مركب مش سلكين ولا حاجه، مركب بربيج ضغط عادي وحينفجر في اي لحظه. فهذه مش مواصفات عالميه، مش طريقه تركيب صحيحه. فلازم يكون هو موجود في فريق الصيانه اللي هو لازم يكتشف الاخطاء اللي ممكن تصير في عمليه الانستوليشن من الشركات الخارجيه اللي جايه على الموقع. الاطلاع بشكل عملي على مواقع معدات وطرق التقرب إليها، وحتى في كثير من الأحيان طرق نصبها والتي يمكن أن تفيد في أعمال الصيانة لاحقا. مرحلة التشغيل التجريبي. مرحلة التشغيل التجريبي هي نقطة مهمة جدا فيما بعد مرحلة الانستوليشن. يعني أنا ركبت عمال بدي أجرب، فهذه مرحلة مهمة جدا جدا وبتكسب الخبرة الشديدة جدا في عملية فهم مبدأ العمل للديفايس أو للماكينة أو لخط الإنتاج الموجود عندي. بيكون مرحلة التشغيل التجريبي هي المرحلة اللي بتكسب الخبرة للعامل أو لمشغل الخط أو لفريق الصيانة أو لفريق الإنتاج أو حتى لمدير المصنع. تمام، زي ما حكينا بعد استكمال أعمال النصب والتشييد خلصنا ركبنا الجهاز تبعنا كل شيء تمام، تبدأ عمليات إنه نهيئ نفسنا لتشغيل تجريبي. في مرحلة التشغيل التجريبي بالذات تبدأ مين؟ كوادر الصيانة المشاركة في المراقبة والإشراف منذ الإنشاء. يعني كانت إحنا إيش حكينا توهان؟ إنه بتكون موجودة بتراقب وبتشرف وبتطلع على عملية الإنستوليشن. تمام، بالاستفادة المكثفة مما جمعته من معلومات إضافية، صار عندها معلومات كافية إنه تفهم كيف النظام هيشتغل، إضافة إلى المعلومات المكثفة الأخرى التي تتجمع في التشغيل التجريبي. حيث أن الخبرة العملية تشير إلى أن الأجهزة والمعدات في مرحلة التشغيل التجريبي لا تبدأ بالعمل بشكل طبيعي، وهذا طبيعي جدا جدا جدا. يعني أنت أول ما تخلص انستوليشن لخط إنتاج فيه كثير من الكومبوننتس، عمال أنت بتحكي في خط إنتاج فيه 1000 قطعة، 1000 قطعة مركبة على بعض عشان يشتغل. هو الطبيعي الطبيعي جدا إنه ما يشتغلش من أول مرة، الطبيعي جدا انه يطلع لك بجس هان بجس هان بجس هان، انه تلاقي في مشكله هان مشكله هان مشكله هان، تعالج مشكله ورا الثانيه مشكله ورا الثانيه لحد ما توارف تعمل سينكرونايزيشن تالفهم مع بعض كل القطع والكومبوننتس هذه، بحيث انه تشتغل بشكل سينكرونايزيشن بحيث انه تصل معك لنقطه انت راضي عنها والخط تمام والامور شغاله وكل شيء تمام. لكن انك تركب كل قطعه تيكت بريك تلاقي حالك شغال ما شاء الله، ما بيصيرش الكلام هذا. فلازم تبدأ في مرحلة التشغيل التجريبي تبدأ بالعمل بشكل طبيعي إلا بعد ساعات الفحص تنظيم، وفي كثير من الأحيان تحتاج إلى تطبيق اللي هو يعني أو التصليح لما قد تعرضت له تلك الأجهزة من ضرر أثناء الشحن.
يعني خلال عملية الشحن والنقل صار في ضرر في جهاز كذا، صار السنسور هذا والله بطل يقرأ قراءات صح، بده كاليبريشن ومعايرة، لازم نضيف له قيم أو نرفع عنه قيم، صار والله البوابة الفلانية طلعت عن مسارها فلازم نقعدها على الفرز تبعها ونحط لها كذا بيلة تاعتها والله صوتها تعالي اللي مش عارف إيش كذا، فوارد جدا هسير مشاكل زي هيك خلال عملية الشحن. ثم النصب، وخاصة أن النصب اللي هي الانستوليشن أو التركيب، وخاصة أن فترة نصب المعدات تستغرق فترة طويلة نسبيا، حيث أن قسم من الأجهزة والمعدات تبقى فترة لا تقل عن سنة كاملة متوقف عن العمل بانتظار التشغيل التجريبي ثم الإنتاج الفعلي. يعني في كثير من القطع والأجهزة والمعدات اللي موجودة عندي في الديفايس أو موجودة عندي في الماكينة تكون يعني لها فترة طويلة تم إنتاجها ولكن ما شغلناهاش، إلها سنة لحد ما كملت الإنتاج باقي الماكينة ولحد ما انشحنت ولحد ما وصلت لحضرتك ولحد ما بديت الانستوليشن ولحد ما اشتغلت عملتك تجرب، اخذت سنه لحد ما هذا. ممكن يكون صار في ضرر، خصوصا انه في قطع حساسه، خصوصا انه في مواتير، خصوصا انه في كذا. فهذا الكلام كله بيأثر على موضوع عمليه اللي هو التركيب وعمليه انه انت تفحص الامور اللي وجدناها. يعني لو انت طلع عندك سنسور حراره المفروض يديك قراره مثلا 120 درجة مئوية، لقيت والله السنسور هذا بيديك 100 درجة مئوية، حاولت تعمل له صيانة ما زبطتش معك، عملت عليه التجارب لقيت انه فعلا دائما اللوسز بتكون او القراءة الفاقد هي 20 درجة، فانت بتضيف قيمة ال 20 على الكمبيوتر، اذا ما فيش عندك قطعة تغير هذا السنسور بتروح انت ايش عملت؟ بتروح تضيف قيمة ال 20، كل قراءة بتضيف عليها قيمة 20، تعمل بلس 20 وبتديك القراءة جاهزة. فانت في الحالة هذه انت عملت كاليبريشن او عملت معايره للسنسور هذا بحيث انه القراءه اللي يديك اياها تكون قراءه مضبوطه ما فيها اي مشكله، وبنفس الوقت تاخذ قراءه تقدر تاخذها ومنها تنطلق في عمليه التشغيل التجريبي هذه. تمام، بهيك بنكون وضحنا اليوم اللي هي موضوع استكملناه اللي هي الاعمال اللي العوامل اللي بتخلي قسم الصيانة يتجه للأعمال الطارئة أكثر من الأعمال المبرمجة اليومية. واستكملنا، كنا شارحين واستكملنا الموضوع هذا وانتقلنا لموضوع أهمية الصيانة بين فريقين أو بين أهم فريقين اللي هو الصيانة والإنتاج، وشرحنا شو هي مراحل التصميم اللي لازم يكون فيها تصميم مع بنفس الوقت السياسات تاعت الصيانة، وأيضا شو هي العوامل اللي بتفيدني في عملية التركيب والإنشاء وشو لازم يكون، ومرحلة التشغيل التجريبي لأي خط أو لأي ديفايس حيث إنه نصل لمرحلة نكون فيها مستقرين فعلا. يعطيكم العافية، بتمنى منكم المحاضرة الجاية تكونوا حضرتوا المحاضرات السابقة، التزمتوا معنا، اطلعتوا على الكتاب، بديتوا الدراسة الفعلية، ونلتقي على الزوم إن شاء الله تعالى في المناقشات. أرجو منكم جميعا تكونوا متفاعلين، بلغوا الشباب اللي ما بتحضر تحضر، ونراكم على خير. يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لكم.